صراحة أول مرة أنا نعيش حالة فرحة بحال هذه، وحنا مفتخرين بزاف بالبلد ديالنا. يعني باش وصلنا هذا النيفو، أول منتخب كيحقق هذا الإنجازات، ومنتخب إفريقي وعربي بالكل، وباقي الخير إن شاء الله. كيف ما قالنا والد الكراكي، ديروا النية دخل في بوطو وتخرج، وإن شاء الله باقي الخير إن شاء الله، وديما المغرب. انتصار تاريخي. هذه المناسبات كلها نقدروا نعتبروها عيد وطني، عيد وطني للأمة المغربية كاملة لإفريقيا. وهذا تحدي كبير، المستحيل ليس مغربيا ولا إفريقيا ولا عربيا. لقد أكدنا مرارا وتكرارا أننا الأشطر. هذا ربي الحبيب، هذا الظلم ديالنا اللي ظلمونا في 2018، البرتغال وإسبانيا، ودابا الحمد لله بيبا المغرب وعاش الملك. فرحانة بزاف صراحة، ما كناش عوالي نربحوا الحق دابا الحمد لله. السلام عليكم خويا، كنشكروا الجميع أولا على توفير التذاكر لمباراة المنتخب الوطني، وكنأكد على الركراكي، ثقوا في الركراكي أحسن مدرب تكتيكمو، كيبقى أحسن مدرب في العالم حاليا في كأس العالم وفيفا المغرب. أنا كنت عارفة كريستيانو غيخرج باكي، صافي هادشي اللي كاين. الشعر ديالك المنتخب اليوم كيتفرج فرحانة بزاف، وديما مغرب وديما بونو. فيف لو ماروك، فيف لو روا، فيف لو ماروك، طنجة الكويرة، الصحراء المغربية. بعدما كان أول منتخب عربي يصل لربع نهائي المونديال، هو الفريق الوطني يحقق المفاجأة ويبلغ نصف نهائي هذا المحفل العالمي. انتصار ثمين على رفاق رونالدو، مدد مقام كتيبة الركراكي في قطر، وأطال أحلام الجماهير المغربية التواقة للتتويج بهذا اللقب العالمي والغالي. محمد بن موسى، سفيان العشاب، طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.